عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي تلاميذ الصف الثاني الابتدائي. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية، ودرسنا اليوم هو ضمائر المخاطب. دعونا يا أصدقائي نراجع سويا على الضمائر التي أخذناها من قبل، وهي ضمائر، أحسنتم، ضمائر المتكلم. وضمائر المتكلم كان لدي كم ضمير يا أصدقائي من ضمائر المتكلم؟ كان هناك ضميرين، أحسنتم، أنا ونحن، أحسنتم يا أصدقائي. وقلنا أن أنا تستخدم للمفرد بنوعيه، أي المفرد المذكر والمفرد المؤنث. أنا طبيب، أنا مهندس، أنا معلمة، وهكذا يا أصدقائي. أما نحن، ضمير متكلم يستخدم للمثنى بنوعيه، أي المثنى المذكر والمثنى المؤنث. نحن طبيبتان، نحن معلمان. وأيضا يا أصدقائي نحن تستخدم للجمع بنوعيه، نحن طبيبات، نحن معلمون، وهكذا يا أصدقائي. دعونا الآن نتحدث عن درس اليوم، وهو ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب تنقسم إلى 5 ضمائر علينا في هذه السنة يا أصدقائي، وهم أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. لماذا كل هذه الضمائر يا أصدقائي؟ لأن كل ضمير يستخدم لشيء غير الضمير الثاني. ما معنى ذلك؟ أي أنت وأنت يستخدمان لماذا؟ يستخدمان للمفرد، ولكن أنت للمفرد المذكر، أنت ولد، أنت مهندس. أنت تستخدم للمفردة المؤنثة، أنت فتاة، أنت بنت، أنت طبيبة. أما أنتما تستخدم للمثنى يا أصدقائي، أنتما تستخدم للمثنى. وما معنى كلمة مثنى يا أصدقائي؟ أي اسم يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، مثل أنتما طبيبتان، أنتما معلمان، أنتما مهندستان، وهكذا يا أصدقائي. الضمير الرابع ضمير أنتم. أنتم وأنتن تستخدمان لماذا؟ تستخدمان للجمع، ولكن أنتم للجمع المذكر، أنتم للجمع المذكر، أنتم مهندسون، أنتم أطباء، أنتم معلمون، وهكذا يا أصدقائي. أما أنتن ضمير مخاطب يستخدم للجمع المؤنث، أنتن طبيبات، أنتن معلمات، وهكذا يا أصدقائي. نأخذ أمثلة. قلنا أن أنت ضمير مخاطب يستخدم للمفرد المذكر، أحسنتم. انظروا إلى هذه الصورة، سأقول أنت تلميذ يا أصدقائي، ركزوا جيدا. التاء في أنت لابد من وضع الفتحة يا أصدقائي، لابد من ذلك، لأن الفتحة هي التي ستعبر عن أن أنت للمذكر، أحسنتم، وسأقول لكم لماذا قلت هذا الكلام. أرأيتم يا أصدقائي؟ أنت نفس عدد الحروف لكلمة أو لضمير أنت، ولكن هنا التاء مكسورة، ولذلك لابد من التفريق من وضع الفتحة في أنت ووضع الكسرة في أنت. أنت، سنرى المثال، أنت تلميذة، إذن أنت تستخدم للمفردة المؤنثة. نأتي إلى أنتما، من يذكرني؟ كانت تستخدم لماذا؟ أحسنتم، أنتما تستخدم للمثنى، أحسنتم، تستخدم للمثنى. أنتما تلميذتان، أحسنتم يا أصدقائي. وهنا أنتما تلميذتان، هل مثنى مذكر أم مثنى مؤنث؟ أحسنتم، مثنى مؤنث. قلنا أن أنتما تستخدم للمثنى المؤنث والمثنى المذكر أيضا، ولذلك سنرى
هذا المثال أنتما تلميذان. إذن أنتما هنا ضمير مخاطب للمثنى المذكر في هذا المثال يا أصدقائي. إذن أنتما تستخدم للمثنى المذكر والمؤنث. نأتي إلى أنتم. من يذكرني؟ أنتم ضمير مخاطب يستخدم للجمع. ها؟ يستخدم للجمع المذكر. أحسنتم، يستخدم للجمع المذكر. لنرى، أنتم تلاميذ. أنتم ضمير مخاطب للجمع المذكر. أنتن ضمير مخاطب أيضا، ولكن يستخدم لماذا؟ للجمع المؤنث. أحسنتم. لنرى المثال، أنتن تلميذات. أحسنتم. إذن أنتن تستخدم لماذا؟ تستخدم للجمع المؤنث. أحسنتم يا أصدقائي. والآن نأتي إلى تدريب بسيط لنقرأ معا. ضع الضمير المناسب مكان النقط في الجمل الآتية. بين القوسين، أنتم، أنت، أنتما، أنت، أنتن. لنرى أول جملة، نقط مهندس ماهر. سأقول أنا أسمع. أحسنتم، أنت مهندس ماهر. لا أنسى وضع الفتحة على التاء. أحسنتم يا أصدقائي. نقط طبيبان مخلصان. سأستخدم أنتم، أنتن، أنت، أنتما. أحسنتم. إذن أنتما طبيبان مخلصان. لماذا أنتما يا معلمتي؟ لأن طبيبان مثنى. معلمون نشيطون. سأرى أولا، معلمون كلمة تدل على الجمع أم المفرد أم المثنى؟ كلمة تدل على الجمع. إذن سأختار أنتن. لا يا معلمتي، معلمون جمع مذكر. إذن سأختار، أحسنتم، أنتم. أنتم معلمون نشيطون. نقط فتاة مهذبة. سأرى فتاة. هل هذه الكلمة مفرد، مثنى، جمع؟ مفرد. أحسنتم. إذن سأختار أنت. معلمتي فتاة كلمة مفردة مؤنثة. إذن سأستخدم أنت. أحسنتم. أنت فتاة مهذبة. نقط بنات مهذبات. سأرى أولا، بنات هي كلمة مفرد، كلمة مثنى، كلمة جمع؟ أحسنتم، جمع. إذن سأختار أنتم. لا يا معلمتي، سأرى أولا، هل هذه الكلمة جمع مؤنث أم جمع مذكر؟ أحسنتم، هي جمع مؤنث، والضمير المناسب هو أنتن. أحسنتم يا أصدقائي. أنتن بنات مهذبات. مهندستان، هل هذه الكلمة جمع؟ انتظروا دقيقة. لا، إنها كلمة مثنى، ولكن مثنى مؤنث. إذن سأستخدم أنتما. أحسنتم. لماذا أنتما؟ لأن أنتما ضمير مخاطب يستخدم لماذا؟ يستخدم للمثنى بنوعيه. أحسنتم يا أصدقائي. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية شرح درس اليوم. دعونا نسترجع معا يا أصدقائي ضمائر المخاطب. أحسنتم، أخذنا 5 ضمائر. أنت وأنت ضمائر تستخدم للمفرد. أحسنتم. أنت تستخدم للمفرد المذكر، أنت بفتح التاء. أنت تستخدم للمفرد المؤنث، أنت بكسر التاء. أنتما للمثنى بنوعيه، مثنى مذكر ومثنى مؤنث. أنتم للجمع المذكر، أنتن للجمع المؤنث. هناك ملحوظة يا أصدقائي تقول أو هي أن ضمائر المخاطب لا تستخدم للجماد أو الحيوان، نستخدمها فقط لمخاطبة الإنسان. أحسنتم يا أصدقائي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى درس اليوم. شكرا لكم، وأراكم إن شاء الله في درس جديد من دروس اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.